السلام عليكم مشاهدينا الكرام، شاهدوا معي هذا الفيديو هذا في هذا السوق التقليدي اللي في باب الحد. مدينة الرباط مشهورة بهذا السوق هذا، لأن السوق كبير وفيه ما يتشاف، فيه ما يتشرى، فيه تبارك الله كل شيء قديم وجديد. هذا السوق هذا جا في واحد البلاصة مزيانة بزاف، علاش؟ جا ما بين سمعة حسان البحار، يعني بزاف مناطق اللي هي مآثرية قديمة. شاهدوا وشوفوا، الله يعجبكم. اللي مشى لهاد المدينة هادي ضروري خصو يمشي لهاد البلاصة هادي اللي كتسمى باب الحد، لأن فيها مناظر مزيانة وفيها داكشي تقاليد، فيها كلشي ومشهورة هاد البلاصة هادي. Thank you.
ما فرنسكش؟ واخا انت الا كتسمع شو عاصيه؟ ماشي مشكل. قول سمعتي ولا ما سمعتيش؟ لا بوز هانتي علاش لا والله هنا وين